وسعيا لتضليل الرأي العام ولصرف النظر عن القضية الأساسية، روجت الدوحة لقصص مزعومة تتلخص في قيام المملكة العربية السعودية في تضييق الخناق على المعتمرين والحجاج القادمين من قطر، واستخدمت بذلك حسابات مشبوهة على مواقع التواصل، غير أن الواقع يقول طبعا عكس ذلك. فقد رحبت السعودية مرارا بالحجاج والمعتمرين القادمين من قطر، وأكدت أنها ستقدم لهم كافة التسهيلات. بعيدا عن لب القضية، تحاول قطر أن تتشبث بأوهامها التي أطلقتها تحت مبدأ اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق، ويصعب التصديق أمام الواقع. تجارة الوهم القطرية المتمثلة في أن المملكة العربية السعودية تضيق الخناق على الحجاج القطريين لم تجد لها سوقاً وزبونة. قطر أخذت تروج لتجارتها مستخدمة حسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذت تضلل الرأي العام وسعت لاستعطاف العالم بالباطل. وما يبطل تلك المزاعم هو الواقع البين، فقد سبق ورحبت السعودية بكل المعتمرين والحجاج القادمين من قطر، وأكدت أنها ستقدم لهم كل التسهيلات وما يلزمهم من معينات لأداء المناسك. على الرغم من ذلك، لجأت الدوحة لمدرسة طهران في التسييس، وأخذت من مدرستها دروس التضليل، وخاصة تلك المتعلقة بموسم الحج، واستمرت بالمتاجرة بالدين لتحقيق مكاسب سياسية، ومحاولة لصرف الأنظار عن ما افتعلته الدوحة في العقدين المنصرمين من دعم وتمويل لجماعات الخراب والفوضى التي أسفرت عن مقتل الكثيرين. المملكة العربية السعودية تستمر في ترحيبها بالمعتمرين والحجاج القادمين من قطر من خلال تصريح أو إجراءات جديدة لا تفرق بين قطري أو غير قطري. وفي آخر تصريح لها، أعلنت الهيئة العامة للطيران السعودي عن السماح بنقل حجاج قطر مباشرة من الدوحة إلى المملكة بأي طيران ما عدا الخطوط القطرية، وينطبق ذلك على موسم الحج وعلى أداء مناسك العمرة على مدار العام. وبدلا من ذلك، على قطر أن لا تقف بين بيت الله وحجاجه، وأن تكف عن ممارسة الضغوط على مكاتب الحج والعمرة في الدوحة، فلا جدوى من تسييس الحج، أو أن إيران أعطت قطر كل دروس التسييس ما عدا الدرس الأخير، وهو سقوط طهران في شر أعمالها.